هذا المشروع اللي احنا اليوم فيه مشروع تحسين البنية التحتية الخضراء من خلال تشغيل العمالة المكثفة طبعا بتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية. منفذ هذا المشروع مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة ومنظمة الجي اي زد. هذا المشروع يستهدف الفئات العمرية ما فوق ال 18 سنة، بالإضافة إلى أنه بيعطي فرص أيضا، بيتيح فرص لكل الجنسين من الذكور والإناث، بالإضافة إلى أنه أيضا هذا المشروع يؤمن فرص عمل للعاملين فيه. من خلال أيضا هذا المشروع ممكن يتم تحسين البنية التحتية الخضراء في المناطق اللي بيعيشوا فيها، المناطق اللي هم أصلا قاطنين فيها، وتحسين هاي الفضاءات والمتنزهات اللي قريبة من أماكن سكنهم. طحنا شغل فيها المحمية 4 أشهر والحمد لله انتجنا وممتاز، وصحنا دورة في المحمية. هاي فرصة العمل صحتنا بعض الظروف صعبة، لكن الحمد لله قدرنا بهاي الفرصة نعيش حياة كريمة أنا وعيلتي. بشكر كل القائمين على المشروع. أول منتج إلنا دربنا على شغل النسيج بيوت الشعر بإعادة التراث، أحيانا التراث يعني كان من زمان مش مشتغلين، إحنا دربنا عليه ونسجنا بيوت شعر وركبنا من ضمنها مظلات بالحدائق، استفدنا منها خبرة كثير كبيرة. يعني ممكن إسا أي حدا فينا بيشتغل بهيك مشروع ويطوره، مع أنه هذا الشغل من زمان انفقد. ردينا كسبنا مهارة ثانية اللي هي السيراميك، شغل اللوحات كمان أخذنا فترة تدريب أسبوع وعملنا لوحات سيراميك والشغل كثير حلو رائع. أنا بتشكر جمعية الملكية لحماية الطبيعة وبتشكر منظمة جي آي زد وكل القائمين اللي كانوا على هذا الشغل، ياريت يكون دائم.